اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد مع بعضنا ليسون 2 في يونت 4 اللي بعنوان ثيوريتيكال بروبابيلتي. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل جدا، يعتبر استكمالا للدرس اللي فات، ودايما مساله الامتحان يا اولاد بتيجي من الدرس ده. يلا مع بعضنا نبدا الدرس، بس في الاول عايزين نتفرج على الصوره الجميله دي ونشوف هي عايزه تقول لنا ايه. زي ما انتم شايفين انا عندي ولد مغمي عينيه، الولد ده بيختار ورقة من ضمن مجموعة من الايه؟ من الورق. طيب هل الورقة دي اولاد اللي هو بيختارها هو شايفها ولا بيختارها بطريقة عشوائية؟ لا، بيختارها بطريقة عشوائية، هو ما بيعرفش هو بيختار ايه. الورقة دي اولاد اللي هو بيختارها في الدرس هنسميها سامبل. سامبل يعني عينة، يعني هو بيختار سامبل، بيختار عينة من ضمن مجموعة من السامبلز او من ضمن مجموعه من العينات. طيب الدورق ده يا اولاد اللي شايل العينات ديت بنسميه ايه؟ بنسميه السامبل سبيس، او فضاء العينه، او المجموعه اللي جواها كل العينات اللي انا بختار منها عينه عشوائيه. يبقى الدرس بتاعنا النهارده هنلاقي فيه كلمه اسمها سامبل يعني عينه، هنلاقي فيه كلمة اسمها سامبل سبيس اللي هو المجموعة أو الست اللي بيكون جواها مجموعة السامبلز. هنلاقي برضو كلمة تانية هتقابلنا اللي هي راندم سامبل، يعني العينة اللي احنا بنختارها بطريقة عشوائية. طيب يلا مع بعضنا نبدأ الدرس ونعرف أول حاجة عندنا اللي هي السامبل سبيس. يعني إيه كلمة سامبل سبيس؟ سامبل يعني عينة، وسبيس يعني الست اللي هيكون فيها كل العينات. السامبل سبيس بنقول عليه ان هو السيت اوف اول بوسبل اوتكمز، يعني لما نيجي نبص هنا كده السامبل سبيس عباره عن مجموعه الورق ديت. يبقى السامبل سبيس لاي اكسبيرمنت عندي لاي تجربه بيكون عباره عن السيت اوف اول بوسبل اوتكمز اوف ذيس اكسبيرمنت، يعني جميع النواتج المحتمله لهذه التجربه. زي ايه؟ هنعمل تجربه، هنعمل اكسبيرمنت لتوسينج اريجولار كوين وانس، يعني هنحذف عمله مره واحده، دي بنقول عليها اكسبيرمنت، يعني تجربه، بنعمل تجربه. التجربه دي لما اجي ارمي العمله ايه كل النواتج المحتمله اللي عندي او الاول بوسيبل اوتكمز للتجربه بتاعه توسينج اريجولار كوين وانس؟ ها هيطلع لي ايه؟ يا اما هيطلع لي الهيد يا اما هيطلع لي التيل. هل ممكن يطلع ده لوحده؟ لا طبعا، يا اما هيطلع ده يا اما هيطلع ده. يبقى هنقول ان السامبل سبيس للتجربه بتاعه توسينج اريجولار كوين وانس اللي هي تجربه القاء عمله مره واحده هيكون في ايه؟ هيكون في هيد وتيل. طيب عندي كام اليمنت في الست ديت؟ 1 2، عندنا 2 اليمنتس بس. طيب هنعمل تجربه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي rolling a regular die once، يعني هنرمي زهرة and observing the apparent number وهنشوف ايه النمبر اللي هيطلع لي. ايه هي ال all possible outcomes للتجربة ديت؟ ايه هي كل النواتج المحتملة اللي ممكن تطلع لي لما ارمي الزهرة؟ ممكن يطلع 1، ال 2 ممكن تطلع ولا لا؟ ممكن، يبقى دخلها معايا في السامبل سبيس نكتبها. الثري ممكن تطلع ولا مش ممكن؟ ممكن تطلع، يبقى نكتبها برضو في السامبل سبيس، هي من ضمن النواتج اللي ممكن تطلع. طيب الفور ممكن تطلع ولا لا؟ ممكن تطلع، يبقى نكتبها. والفايف نكتبها وكذلك السكس. طيب ينفع نكتب في السامبل سبيس ده 7؟ ها الزهره في عندي نمبر 7 عليها؟ مفيش، يبقى ما نكتبوش. طيب ينفع نكتب 0؟ هل الزهرة بتاعتنا اللي احنا بنرميها ونلعب بيها عليها نمبر 0؟ عليها كده سطح مفيش فيه أي نقطة؟ لا مفيش. يبقى السامبل سبيس بتاع الزهرة من أول الـ 1 لحد الـ 6، وبنسميهم إيه؟ الـ all possible outcomes، جميع النواتج المحتملة الحدوث لهذه التجربة. طيب يهمني نعرف عددهم، هم عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى number of elements في السامبل سبيس is 6، عدد العناصر بتاعت مجموعة السامبل سبيس ديت is 6. طيب هنشوف حاجة تانية، لو احنا بنلعب ماتش كورة ممكن يحصل ايه؟ ممكن نكسب، ممكن نخسر، ممكن نتعادل.
يبقى ايه هي كل النواتج المحتمله لنتيجه الماتش بتاعي ده؟ يا اما وين، يا اما لوس، يا اما درو. يبقى هم دول الاول بوسبل اوت كمز، جميع النواتج المحتمله لنتيجه الماتش. يا اما الفريق هيكسب، يا اما الفريق هيخسر، يا اما الفريق هيتعادل. هل في حاجه تانية احنا ناسيينها ممكن تحصل؟ مفيش، هم الثلاث حاجات دول بس. ويبقى عدد عناصر السامبل سبيس ده كام؟ 3. يلا مع بعضنا دلوقتي نعرف حاجه اسمها الايفنت. الايفنت يا اولاد معناها الحدث. يعني ايه كلمه الحدث؟ يعني حاجه هتحصل عندي. اي حاجه هتحصل عندي بنسميها حدث. الايفنت ده او الحدث ده بيكون متكون من مجموعه من العناصر بنسميها الاليمنتس بتاعت الايفنت. احنا في التجربه بتاعت الزهره كان عندي السامبل سبيس كان جواه ايه؟ 1 و2 و3 و4 و5 وايه و6. نلاحظ ايه في الارقام دي؟ النمبرز دي في منهم اود وفي منهم ايفن. لو احنا حبينا نطلع الاود نمبرز اللي هنا مين هم؟ الاود دول 1 و3 و5. طب مين الايفن؟ عباره عن ال2 وال4 وال6. يبقى انا عندي السامبل سبيس في عندي سيتس موجوده جواه، يعني السيت اوف اود نمبرز دي جبناها منين؟ جبناها من جوه السامبل سبيس دي، بنسميها ايفنت. يعني الايفنت ده اي سبست من السامبل سبيس، اي مجموعه بتكون جزء من السامبل سبيس. يبقى لما اجي اسالكم واقول لكم ايه هو الايفنت اوف ابييرنس اوف ان اود نمبر، ايه هو الحدث بتاع ظهور اود نمبر، تقول لي ايه؟ تقول لي الحدث ده هيكون فيه يا اما 1 يا اما 3 ويا اما 5. احنا بنكتب فيه يا اولاد كل الحاجات اللي ممكن تظهر لي. هو انا لو رميت الزهره دلوقتي هيطلع لي 1 و3 و5 في نفس الوقت؟ لا طبعا مش في نفس الوقت. ممكن يطلع لي 1 وممكن يطلع لي 3 وممكن يطلع لي 5. فاحنا بنلم في الايفنت كل النمبرز اللي ممكن يطلعوا لي، ولازم اي ايفنت يكون سبست من الايه، من السامبل سبيس. هنعرف مع بعضينا دلوقتي اهم حاجه في الليسون اللي هي الثيوريتيكال بروبابيلتي. ازاي نحسب بقى احتماليه الظهور؟ ازاي احسب البروبابيلتي ان يظهر لي حاجه معينه؟ احنا هنا يا اولاد بالنسبه للكوين كان السامبل سبيس عباره عن ايه؟ السامبل سبيس هنا كان جواه هيد وتيل، والزهرة كان السامبل سبيس بتاعها اللي هي الحاجات اللي ممكن تظهر 1 و2 و3 و4 و5 وايه و6. يهمني قوي واحنا بنحسب البروبابيلتي، واحنا بنحسب البروبابيلتي اللي يهمني، يهمني عدد العناصر اللي موجوده في السامبل سبيس، النمبر اوف اليمنتس بتاعت السامبل سبيس. هنا الاس فيها كام element؟ فيها 2. هنا ال S فيها كام element؟ فيها 6. يبقى لما احب احسب احتمال event معين في السامبل سبيس، يعني هنا مثلا احتمال ان يجي لي head ده event، عدد عناصره كام؟ 1، ان الهيد 1. طيب احتمال ظهوره بقى يبقى 1 over ال 2، عدد العناصر بتاعت الايفنت على السامبل سبيس. طيب هنا لو جيت سالتكم في الزهره وقلت لكم ايه هو احتمال ظهور النمبر 5، تقولوا لي ايه؟ تقول لي يا مستر النمبر 5 ده اصلا عدده 1، الايفنت بتاع ظهور النمبر 5 هنلاقي فيه ال 5 بس، يبقى عدد العناصر فيه كام؟ 1. طب هم كلهم كام؟ 6. يبقى انا عندي احتمال ان يجي لي 5 1 اوفر ال 6. ولازم ناكد على حاجه مهمه، ان the chance of appearance is the same، يعني فرص الظهور متساوية. احنا لما بنيجي نرمي العملة هل انا عارف ايه اللي ممكن يطلع؟ ما اعرفش، انا برميها وخلاص، يا اما ده يطلع ويا اما ده يطلع، فرصة ان ده يطلع قد فرصة ان ده يطلع. وانا برمي الزهرة هل انا عارف ايه اللي هيطلع لي؟ لا ما اعرفش. يعني ايه كلمة ما اعرفش؟ يعني فرصة ظهور اي نمبر من دول الفرص متساوية. تمام؟ يبقى لما اجي احسب البروبابيلتي لأي حاجة عندي بنعمل إيه؟ بنقول إن البروبابيلتي بتاعت أي إيفنت بتيكوالز عدد عناصر الإيفنت
على عدد عناصر السامبل سبيس. يبقى في التجربة بتاعت الزهرة السامبل سبيس عندي جواه ايه؟ جواه 1 و2 و3 و4 و5 وايه؟ و6. لو قلنا ايه هو الايفنت بتاع الاود نمبرز اللي موجودين هنا، نقول ايه؟ ذا ايفنت اوف ابييرنس of odd numbers equals ايه؟ الايفنت يا اولاد يعني set. طالما قلنا ذا ايفنت يبقى هكتب set. مين اللي جوه الست ديت؟ كل الاود نمبرز اللي هم مين؟ 1 و 3 وايه؟ و 5. طيب لو جينا قلنا ايه هي البروبابيلتي بتاعت الايفنت ده؟ بروبابيلتي يعني هنكتب نمبر. تاني بروبابيلتي يعني ايه؟ هنكتب نمبر. النمبر ده هيعرفني الاحتمال بتاع الظهور. يبقى هنقول كده the probability of of ايه بقى؟ بنقول of occurrence، يعني احتمالية، دي يعني احتمالية occurrence يعني حدوث، احتمالية حدوث الايفنت ده هي equals ايه؟ عدد عناصر الايفنت ده. هم هنا كام؟ 1 2 3. ونكتب ايه هنا؟ نكتب عدد عناصر السامبل سبيس كله اللي هو 1 2 3 4 5 and 6، عددهم 6. نعمل سمبليفيكيشن يبقى 1 اوفر L2. يبقى اي ايفنت عندي يا اولاد لما احب اجيب البروبابيلتي بتاعته سهل جدا، اشوف عدد عناصر الايفنت واعمل لها ديفيجن على عدد عناصر السامبل سبيس. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي the opposite figure represents a spinner game divided into 6 equal circular sectors. يعني عندي spinner اللي احنا بنلف عليه السهم ده وبعد كده السهم بيقف. If the pointer is spinned once، يعني البوينتر ده السهم ده لفيناه مره. بيقول لي ايه بقى؟ find the probability that the spinner stops at. كلمه the probability يعني عايزين number. stops at ايه؟ اول حاجه عندي an even number. اي مسألة عندي في البروبابيلتي قبل ما احلها لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب الاس، لازم اجيب السامبل سبيس. ايه هي النواتج اللي ممكن تطلع لي هنا؟ ايه هي البوسبل اوتكمز؟ هو السبينر ده لما يلف هيقف على ايه؟ ممكن يقف على ايه؟ ممكن يقف على ال1، ممكن يقف على ال2، على ال3، على ال4، على ال5 او ال6. في حاجة تانية ممكن يقف عليها؟ لا مفيش، هم دول بس. يا اما يقف على ال1، يا اما هيقف على ال2، يا اما على ال3، يا اما على ال4، يا اما على ال5، يا اما على الايه؟ على ال6. يبقى اول خطوه لازم اكتبها في المساله ان انا اكتب السامبل سبيس واحدد عددهم. عددهم كام؟ نقول كده ذا نمبر اوف اليمنتس in S، في الاس equals كام؟ equals 6. هم عددهم 6. بعد لما نعمل الخطوتين دول نحل بقى المسألة. هو بيقول لي an even number، يبقى لازم اجيب الايفنت بتاع الايفن نمبر. مين الايفن نمبرز اللي موجودين في السامبل سبيس؟ لازم اقول كده the event that the spinner stops at an even number. انا بقول ايه؟ the event، يبقى هكتب ايه؟ هكتب set جواها كل الحاجات الايفن. مين هنا الايفن؟ ال2 وال4 والايه؟ وال6. يبقى السبينر ده لو وقف على ال2 يبقى الايفنت ده حصل، يبقى احنا جبنا even number. ولو السبينر وقف على الفور يبقى احنا برضو حققنا الكلام ده، ولو السبينر ده وقف على السكس يبقى احنا برضو حققنا الكلام ده. يبقى الايفنت ده او الحدث ده بيتحقق امتى؟ لو ظهر عندي التو او الفور او السكس. يبقى لو حبينا نقول ايه هي البروبابيلتي او احتمالية ظهور هذا الحدث او هذا الايفنت، اقول ايه؟ اقول كده ذا probability that the spinner stops
at an even number equals ايه بقى؟ ها؟ هم كلهم كام؟ هم كلهم 6. طيب الايفنت اللي انا بسأل عنه في كام عنصر؟ في كام element؟ في 3. يبقى 3 over 6 اللي هي كام؟ اللي هي 1 over ال2. طيب يلا اللي بعديها. بيقول لي هنا عايز البروبابيلتي ان السبينر يقف على نمبر جريتر ذان 2. اول حاجه اعملها ايه؟ اشوف الايفنت ده جواه ايه؟ ايه اللي جواه؟ لما يكون نمبر جريتر ذان 2 يا اما يقف على 3 يا اما يقف على 4 يا اما يقف على 5 يا اما يقف على ايه؟ على 6. طيب بعد ما اجيب العناصر او الالمنتس بتاعت الايفنت اللي بيسالني عنه احدد ايه؟ احدد عددهم. عددهم كام؟ عددهم 4. 1 2 3 اند 4. يبقى احتماليه ان يظهر لي الايفنت ده، احتماليه ظهوره هيبقى تحت 6. خلاص اتعودنا دايما تحت هحط عدد عناصر السامبل سبيس، وفوق نحط كام؟ نحط 4. يبقى 4 اوفر 6 نعمل ديفايدد 2 يديني 2 اوفر ال 3. 2 اوفر 3 يا اولاد معنى كده ان احتماليه الظهور قويه. يعني لو طلع لي 3 يبقى انا جبت نمبر جريتر ذان 2، لو طلع لي 4 يبقى انا جبت نمبر جريتر ذان 2، لو طلع لي 5 او 6 نفس الكلام. طيب ايه هي البروبابيلتي ان السبينر يقف على النمبر 5؟ اول حاجه اعمل ايه؟ اشوف الايفنت نفسه متكون من كام عنصر في السيت بتاعته. هيتكون من ال5 بس، ان هو بيقول لي النمبر 5. طب عدد عناصر الايفنت ده كام؟ 1. مفيش غير 1 بس. هو حد يقول لي 5؟ لا، ده انا بعد الاليمنت هو 1. يبقى البروبابيلتي ان السبينر يقف على 5 تبقى كام؟ عدد عناصر الايفنت ده اللي هو 1 على عدد عناصر السامبل سبيس اللي هي كام؟ اللي هي 6. عرفتوا ليه بنجيب السامبل سبيس في الاول وبنركز ان احنا نعرف الايه؟ العدد بتاعه؟ لان دايما هنكتب في الدينومينيتور عدد العناصر بتاعه. طيب يلا نشوف الايفنت ده. بيقول لي انا عايز البروبابيلتي ان السبينر يقف على نمبر less than 1. نمبر less than 1. في هنا عندي نمبر less than 1. الاول اكتب الايه؟ اكتب الايفنت، يعني اشوف مين هي العناصر اللي جواه. ها، مين اللي هنا less than 1؟ مفيش. طب مفيش دي لما بنيجي نكتبها في ست بنقول ايه؟ بنقول فاي. طب وفاي دي عدد العناصر بتاعتها ايه؟ زيرو. وطالما عدد عناصرها 0 يبقى البروبابيلتي عندي عباره عن ايه؟ 0 اوفر 6 اللي هي كام؟ اللي هي 0. يعني ايه بقى البروبابيلتي 0؟ يعني مستحيل يطلع لي. لما انا اقول لك كده احتماليه ظهوره 0 يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو مش هيطلع اصلا. طيب هنا بيقول لي ايه هي البروبابيلتي او احتماليه ان السبينر يقف على نمبر اقل من 7؟ يلا نطلع الايه؟ الايفنت. الايفنت ده هيكون جوه ايه؟ من النمبرز اللي هم less than 7، ال1 ال2 ال3 ال4 ال5 وال8 وال6 كلهم موجودين. عددهم كام؟ عددهم 6، عدد العناصر 6. يبقى البروبابيلتي بتاعت الايفنت ده ايه؟ عدد العناصر بتاعته على السامبل سبيس اللي هو كام؟ اللي هو 6. يديني كام؟ يديني 1. يعني ايه بقى البروبابيلتي ب1؟ 1 يعني لازم هيحصل. 1 ده بنسميه السيرتن ايفنت. سيرتن يعني مؤكد. لو انا كده قلت لك لف في السبينر وقول لي احتماليه ان يجي لك نمبر اقل من 7، هتقول لي يا مستر ده لازم يجي لي نمبر اقل من 7، ده انا عندي هنا من اول ال1 لحد ال6 ده انا متاكد ان هيجي لي نمبر اقل من 7. اوكي، يبقى انا في الاكسرسايز ده اتعلمت ان لو البروبابيلتي ب1 ده بنسميه السيرتن ايفنت، ولو البروبابيلتي ب0 ده بنسميه impossible event، يعني مستحيل يحصل معايا. يبقى زي ما شفنا يا اولاد لو جالي في الكمبيوتر وقال لي the probability of the impossible event احتمالية حدوثه ايه؟ نقول zero. ولو قال لي the probability of a certain event او the sure event نجاوب نقول ايه؟ نقول one. طيب the probability لأي event تانية هتكون ايه؟ ما بين ال zero وال one. يبقى احنا لو عملنا scale كده يا اولاد وقلنا ان ده السكيل بتاع البروبابيلتيز او السكيل بتاع الاحتمالات، وبدانا من الاول هنا وجيت قلت لكم انا عندي حاجه البروبابيلتي بتاعتها زيرو، تقولوا لي ايه؟ تقول لي يا مستر ان الاوتكم ده از امبوسيبل،
اللي انت بتسأل عنه ده مستحيل يحصل. طيب لو جيت قلت لكم يا اولاد انا عندي حاجه هتحصل، او انا عندي اوت كم، او انا عندي ناتج البروبابيلتي بتاعته 0.2، هل ده احتمال حدوثه كبير ولا قليل؟ لا قليل، ده قريب من الصفر. في الحاله دي بنقول ان هو unlikely to happen، يعني احنا بنشك ان هو يحصل، اوكي، او مش ممكن يحصل قوي. طيب لو جيت قلت لكم انا عندي اوتكم، او انا عندي ناتج، الناتج ده البروبابيلتي بتاعته ان هو يحصل 0.5، تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر ده يا اما يحصل يا اما ما يحصلش، ده النص بالظبط، يا يا لا، بس هو ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. الفرص واحده، فرص ان هو يظهر زي فرص ان هو ما يظهرش، لكن هنا لا، هنا فرص ان هو ما يظهرش اكتر من فرص ان هو يظهر، لان هنا الاحتمال ضعيف. طب لو قلنا ان حاجه مثلا 0.7 او 0.8، هنا 0.8 ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي انا بسال عنه is expected، يعني وارد قوي يحصل. انا بقول لك حاجه الاحتمال بتاعها 0.8، تقول لي يا مستر ده احتمال كبير، ده الحاجه اللي انت بتتكلم عنها ده ممكن قوي تحصل، اوكي يا اولاد. طيب لو جيت قلت لكم انا عندي اوتكم، الاوتكم ده الاحتمال بتاع حدوثه 1، تقولوا لي ايه يا مستر طالما احتماله 1 يبقى اسمه سيرتن ايفنت او شور، ده لازم هيحصل، اوكي. طيب هنقول دلوقتي حاجه مهمه قوي، كلمه the probability of دي ممكن نختصرها يا اولاد الكلمه دي كلها، بدل ما اكتبها بنعمل كده، بنعمل بي ونوبن براكت. يعني مثلا the probability of getting an odd number، ما بنكتبش كل الكلام ده يا اولاد، بنقول كده بي ونوبن براكت ونكتب كده odd. يبقى احنا فهمنا من المنظر ده ان احنا بنشوف احتمالية حدوث الاود. طيب لو انا سألني على الايفن، بدل ما اكتب the probability of getting an even number بنعمل ايه؟ بنعمل كده بي ونكتب كده even. لما الاقي مكتوب كده اعرف ان انا مطلوب مني اجيب probability. طيب لو قلنا كده مثلا بي of number less than 5 مثلا، يبقى احنا كده بنسال على احتمال ان يجي لي نمبر less than 5. يبقى الجزء بتاع the probability of بنختصره ونكتب مكانه الليتر بي. طيب يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي a bag contains an amount of marbles of the same size and softness. بيقول لي if two marbles are red، عندي اتنين منهم red، و three marbles are blue، وعندي three blue، وعندي 5 marbles are white، وعندي 5 منهم white. بيقول لي a marble is selected randomly، calculate، اخترنا منهم واحدة. عايزين نحسب the probability that the selected marble is red. زي ما اتعلمنا، أول حاجة نعملها لازم نجيب السامبل سبيس. طب هنا السامبل سبيس أكتب فيه إيه؟ أكتب فيه colors. أكتب red، أنا عندي 2 red، يبقى red وred. يعني الريد ممكن يجي لي مرتين. وعندي بلو وبلو وبلو، وعندي وايت، ممكن نعمل مثلا نختصرها بالايه، بالليتر ايه، دبليو، ووايت ودبليو ودبليو ودبليو. طيب انا يهمني ايه بقى؟ يهمني عدد الاليمنتس اللي موجوده في السامبل سبيس ده، ذا نمبر اوف اليمنتس in S is كام؟ عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. يبقى 10. ال 10 دي دايما هكتبها في الدينومينيتور. يلا نشوف بقى هو عايز ايه. بيقول لي عايزين البروبابيلتي ذات ذا سيلكتد ماربل از ريد. يبقى نكتب كده، بصوا بقى نعمل بي ونعمل كده ريد. يعني البروبابيلتي بتاعت الريد ايكوالز كام؟ هما كام واحدة؟ 1 2 هما 2، يبقى 2 اوفر 10 اللي هي 1 اوفر الايه؟ ال 5. بنحط عددهم ونحط في الدينومينيتور كل العدد اللي موجود بتاع السامبل سبيس.
طيب بيقول لي البروبابيلتي ذات ذا سيلكتد ماربل از بلو، نعمل كده بي اوف بلو، بنقول كده بي اوف، يعني احنا نعمل براكت كده نقول اوف، يعني احتماليه ان يجي لي بلو ايكوالز ايه؟ عدد البلو. عندي كم واحده بلو؟ 1 2 3، يبقى اكتب هنا 3. طب هم كلهم كام؟ 10، حط 10 تحت. طيب عايزين البروبابيلتي ذات ذا سيلكتد ماربل از وايت، نعمل كده بي of white، يعني احتمال الوايت هما كام واحده وايت؟ 1 2 3 4 اند 5 كلهم كام؟ 10. 5 اوفر 10 اللي هي 1 اوفر 2، يبقى البروبابيلتي 1 اوفر 2. احنا خدنا في السلايد اللي فاتت ان ال1 اوفر 2 اللي هي ايه 0.5، وان ال1 اوفر 5 اللي هي ايه 0.2. مين اللي احتمال حدوثه اكبر؟ الوايت عشان 0.5. طب والريد قليله 0.2، اللي خلى الوايت احتماله كبير ان عددهم هنا كتير، فلما اجي هختار منهم واحده وارد قوي ان هي تطلع وايت. طب ايه اللي خلى الاحتمال بتاع الريد قليل؟ ان هم عددهم قليل. تمام يا اولاد؟ طيب هنا the probability that the selected marble is not blue، ناخد بالنا بقى، بيقول لي is not blue يعني مش blue، نقول ايه؟ نعمل كده البي اوف نوت بلو. طب نوت بلو دي اروح اعد مين؟ اعد اللي هم مش بلو اللي هو الريد والوايت، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عددهم 7 اوفر ال 10 اللي هو كام؟ 0.7. طيب عايزين البروبابيلتي ذات ذا سيلكتد ماربل از بلو اور وايت، نعمل كده بي ونكتب كده بلو اور وايت، تديني كام؟ اعمل ايه؟ اروح اعد البلو او الوايت. البلو 1 2 3 والوايت عندي 5، يبقى كلهم 8، يبقى 8 اوفر ال 10 اللي هي كام؟ 0.8. اكسرسايز سهل جدا، كل مسائل البروبابيلتي بتجي لي كده. طيب في ملحوظه مهمه قوي في المثال اللي فات ده، ايه هي؟ ان البروبابيلتي بتاعت الريد كانت 2 اوفر 10 والبلو 3 اوفر 10 والوايت 5 اوفر ايه 10. لو عملنا ليهم كلهم اديشن يديني كام؟ يديني ال1. ودي دايما بتجي لنا في الكومبليت، يقول لي كده ذا سام اوف ذا probabilities اوف اول outcomes اوف ذا سامبل سبيس ايكوالز 1. لما نيجي نجاوب نقول 1 مجموع كل الاحتمالات بتاعت النواتج اللي موجوده في السامبل سبيس لازم تكون 1 يا اولاد. طب بنستفيد منها في ايه بقى؟ ان انا لو عندي حاجه ممكن اجيب الايه الباقي، يعني مثلا احتمال ان يطلع بلو احنا قلنا كام؟ قلنا 3 اوفر 10. يبقى انا لو قلت لك احتمال ان هو يكون نوت بلو مش بلو، ده يكون ايه؟ ده يكون باقي ال1، يبقى 1 ماينس 3 اوفر 10 اللي هي 7 اوفر 10. الحته دي مهمه جدا وهنشوف برضو عليها بعض المسائل. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 3. بيقول لي in a class some pupils wear glasses and others don't wear glasses. If one pupil is chosen randomly from this class and the probability that this pupil wears glasses is 0.1. يعني بيقول لي في عندنا فصل في مجموعة من الأولاد، في منهم جزء بيلبس نظارات وجزء لا، ومديني عندي في المسألة الاحتمالية ان يكون الأولاد بيلبسوا نظارات عبارة عن 0.1. بيقول لي هنا find the probability that the pupil doesn't wear glasses. نعمل ايه؟ لما يكون دول ب 1 over 10 اللي هي 0.1، يبقى بقيه الكلاس هياخد بقيه الاحتماليه كلها اللي هي بقيه ال 1 كلها اللي هي كام؟ اللي هي 0.9 اللي هي كام؟ اللي هي 9 over 10. لان البروبابيلتي بتاعتهم هما الاثنين لازم تكون ايه؟ لازم تكون 1. يبقى نقول كده بي، تعلمنا بقى ونكتب كده doesn't wear glasses. نقول ايه؟ نقول 1 minus 0.1 اللي هي كام؟ 0.9. احتمال ان البيوبل ما يلبس نظارة 0.9، وطبعا ده احتمال كبير جدا اكبر من ده بكتير.
يعني لو هنختار منهم واحد هيطلع بنضارة ولا من غير؟ ان هو يطلع من غير نضارة احتمال كبير قوي. طيب بيقول لي بعد كده if the number of pupils in this class is 30، هم كلهم 30، find the expected number of pupils who wear glasses. يبقى اللي بيلبس نظارات قد ايه؟ ده اللي هو الدرس اللي فات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول البروبابيلتي اللي عندي اعمل لها تايمز النمبر كله، اللي هي هت ايكوالز معانا ايه؟ 1 اوفر 10 تايمز ال 30 ديفايدد 10 يديني 1، ديفايدد 10 يديني كام؟ يديني 3. 1 تايمز 3 يديني ايه؟ يديني 3 بيوبلز. يبقى علشان اجيب النمبر بتاع اي حاجه باخد البروبابيلتي واعمل لها تايمز النمبر نفسه. طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي A box contains cards numbered from 1 to 15. عندي صندوق فيه عدد من الكروت، الكروت دي معمول عليها ليبلز من اول 1 لحد ال 15. يبقى هم عددهم كلهم كام يا اولاد؟ 15 cards. بيقول لي If a card is drawn randomly, what is the probability that the number on the drawn card is divisible by 5؟ احتماليه ان يكون النمبر divisible by 5. طيب الاس عندي فيه ايه؟ فيه 1، فيه 2، 3، 4، 5، 6 و7، 8 و9، 10 و11، 12، 13، 14، 15. احنا عايزين بقى دلوقتي ايفنت. الايفنت اللي بندور عليه ان يكون النمبر ده divisible by 5. ممكن نعمل ايه؟ نسمي كده the event of getting number divisible by 5 ها ده عبارة عن ايه بقى؟ مين في دول divisible by 5؟ ال 5 itself وال 10 وال 15 هم دول اللي في table 5. يبقى 5 10 15. اللي يهمني يهمني عددهم هم كام؟ هم 3. يبقى ال probability of divisible by 5 هت equals ايه؟ عددهم على العدد الكلي بتاعهم اللي هو ال 15، اللي هي تديني كام؟ 1 اوفر ال 5. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. يقول لي if we roll a regular number cube اللي هو الداي ده then complete the following. هيسألني حبة أسئلة. بيقول لي the probability of getting a number greater than 4. هل ينفع نحل كده على طول من غير ما نكتب السامبل سبيس؟ لازم أكتب السامبل سبيس الأول. طب هو فيه إيه؟ ها؟ في 1 ممكن يجي لي 1، ممكن يجي لي 2، ممكن يجي لي 3، ممكن يجي لي 4، ممكن يجي لي 5، وممكن يجي لي 6. كان ايه اللي يهمني عددهم؟ عددهم كام؟ عددهم 6. يبقى لما اجي احل اي مساله بروبابيلتي هيبقى الدينومينيتور بتاعي ايه؟ 6 على طول. اول سؤال معانا بيقول لي ذا بروبابيلتي اوف جيتنج ا نمبر جريتر ذان 4. ها؟ مين هنا جريتر ذان 4؟ ال 5 وال 6. اكتب هنا 5 و 6؟ لا ده بيقول لي probability. يعني اقول كده لازم يبقى عندي تحت ال 6 اللي هو عددهم كلهم. طب الايفنت ده كام element بيحققه؟ 2. يبقى 2 اوفر ال 6 اللي هي كام؟ اللي هي 1 اوفر 3. طيب the probability of getting a number less than 3. طبعا كل ده كده هنحط ايه؟ 6. كده على طول واحنا مغمضين. واحنا مغمضين اهو. يلا the probability of getting a number less than 3. مين هنا less than 3؟ ال 2 elements دول عددهم 2، يبقى نكتب 2 اللي هي كام؟ اللي هي برضه 1 over 3. طيب هنا ال probability of getting an even number، مين هنا even؟
ال2 وال4 وال6 كام element؟ 3، يبقى 3 over 6 اللي هي كام؟ 1 over 2. طيب يلا هنا the probability of getting an odd number، عندي كام واحد odd؟ 1 2 3، عندي 3 elements odd، يبقى نكتب هنا 3 over 6 اللي هي كام؟ 1 over 2 برضو. طيب the probability of getting a prime، مين البرايم؟ ال 2 وال 3 وال 5 عددهم قد ايه؟ عددهم 3، يبقى ايه؟ 1 over 2. طيب the probability of getting the number 5، النمبر 5 ده كام element؟ واحد بس. هل عندي اكتر من واحد؟ لا، هو واحد بس، يبقى 1 over 6. The probability of getting the number 7، ها ينفع يجي لي 7؟ هو انا عندي 7 في السامبل سبيس؟ ما عنديش، يبقى 0 over 6 اللي هي كام؟ اللي هي 0. طيب اللي بعديها the probability of getting a number less than or equal to 6، اقل من ال 6 or equal 6، اقل من ال 6 كل دول or equal 6 اللي هو ال 6 نفسه، يبقى هم كلهم ممكن يجوا لي، عددهم كام؟ عددهم 6، 6 over 6 يديني 1، يبقى ده certain event، يبقى لازم ده هيحصل وده impossible. طيب اللي بعد كده بيقول لي the probability of getting the number greater than 6، مين هنا نمبر اكبر من 6؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ يعني 0 over 6 اللي هي كام؟ اللي هي 0، الاحتماليه بزيرو، ده امبوسيبل ايفنت، ده مستحيل يحصل. طيب اللي بعد كده ذا بروبابيلتي اوف جيتنج ا برايم ايفن نمبر، عندي كام واحد هنا برايم وايفن؟ انا عندي البرايم ايفن الوحيد ال2، عدده كام؟ جاست 1، يبقى 1 اوفر ال6. اللي بعديها the probability of getting a number divisible by 3، مين هنا divisible by 3؟ ال 3 وال 6 عددهم كام واحد؟ عددهم 2، يبقى 2 over ال 6 اللي هي 1 over ال 3. اللي بعد كده يقول لي the probability of getting an even number and not divisible by 3، ناخد بالنا من not ديت، ما قاليش divisible، مين هنا اللي even و not divisible by 3؟ ال even ال 2 وال 4 وال 6، ال 6 الوحيد divisible، يبقى ال 2 وال 4 not divisible by 3 و even، يبقى هما 2 over ال 6 اللي هي 1 over ال 3. يلا نشوف exercise 2. يقول لي choose the correct answer from those given tossing a regular coin the probability of landing a head. ها ال head ال probability بتاعته قد ايه؟ هو السامبل سبيس بتاع الكوين، في مين؟ في ال head والتيل، عددهم قد ايه؟ عددهم 2. طب والهيد ده واحد بس منهم، يبقى 1 اوفر 2 على طول. يلا هنا ذا بروبابيلتي اوف ان امبوسيبل ايفنت، الامبوسيبل ايفنت احتماليه حدوثه كام؟ 0، ودي مهمه جدا ودايما بتيجي في الامتحان، هي ودي البروبابيلتي بتاعت السيرتن ايفنت 1 على طول، لازم نكون حافظينهم، الامبوسيبل ب 0 والسيرتن ب 1. طيب ذا بروبابيلتي ذات ذا اليفنت فلايز از ايه؟ احتمالية ان الفيل يطير، هو الفيل بيطير يا اولاد؟ ما بيطيرش طبعا، يعني ده مستحيل، يعني الايفنت ده مستحيل، يبقى البروبابيلتي بتاعته ايه؟ زيرو. طيب اتس نوت ذات ذا سان رايزز فروم ايست، هي الشمس يا اولاد بتطلع منين؟ من الايست، يعني لازم ومؤكد واكيد ان الشمس هتطلع من الايست طبعا، يعني الايفنت ده ماله؟ ده شور. اللي بعد كده بيقول لي a basket contains cards numbered from 1 to كام to 20، عندي باسكت فيه عدد من الكروت مترقمين من 1 لحد 20. If a card is drawn at random what is the probability that the number written on the card is divisible by 6؟ هنسحب كارت منهم، احتمالية ان الرقم اللي يكون مكتوب على الكارت ده divisible by 6. احنا اولا متأكدين ان الدينومينيتور لازم يكون ايه؟ 20. ليه؟ علشان عددهم 20. طيب من اول ال1 لحد ال20 مين النمبرز اللي هي ديفيزبل باي 6؟ عندي ال6، عندي ال12، عندي ال18 اللي هي تيبل 6، عددهم كام؟ عددهم 3، يبقى 3 اوفر 20. هنا a bag has 5 red balls and 3 white balls، عندي حقيبه فيها 5 كور حمراء وايه وثلاث كور بيضاء. If the balls are similar and a person draws a ball randomly، كور زي بعضها وفي واحد هيختار منهم كورة، then the probability that the drawn ball is white، احتمالية ان يكون الكرة المسحوبة white، لازم اعرف عددهم كلهم قد ايه،
هم كلهم كام؟ 5 و 3 بقوا 8، يبقى هنختار حاجة الدينومينيتور بتاعها 8. طب الوايت كام واحدة؟ 3، يبقى 3 اوفر 8 على طول. اللي بعد كده، A letter of the word أحمد is selected randomly. What is the probability of selecting the letter D؟ هو أنا عندي الورد أحمد يا أولاد، فيها كام element؟ 1 2 3 4 and 5. يبقى لازم الدينومينيتور يكون 5، والليتر دي ده واحد منهم، يبقى 1 اوفر 5. طيب نيجي اللي بعد كده، A letter is selected randomly from the word زمالك. بيقول لي the probability of selecting the letter A is A. ناخد بالنا هم كلهم كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 and 7، كلهم 7 letters. بصوا بقى ال A عندي منها كام واحده هنا؟ عندي هنا واحده وعندي هنا واحده كمان، هم عددهم 2. يبقى ان احنا نختار A البروبابيلتي بتاعتها 2 اوفر 7. يلا اللي بعديها، يقول لي A classroom holds 40 students. في عندي فصل فيه 40 طالب. 25 are boys and the rest are girls. 25 boys، يبقى الريست كام؟ الباقي كام؟ يبقى 40 minus 25 يديني 15، يبقى انا عندي 15 girls. بيقول لي هنا A student has been randomly selected. اخترنا منهم واحد بطريقة عشوائية. The probability of getting a girl is ايه؟ احنا طلعنا عدد الجيرلز وهم كلهم كام؟ 40، يبقى 15 over ال 40، نعمل divided 5 يديني 3 over ال 8. اللي بعديها، there are 25 boys and 20 girls in a classroom. عندي 25 و 20، عددهم كام هما الاتنين؟ يبقى 45. One pupil is chosen randomly. عايزين probability ان the chosen pupil is a girl equals ايه؟ الجيرل عددهم 20 divided 45، نعمل divided 5 يديني 4 over 9. يلا اللي بعد كده، the probability of the pupil's success in an exam is 8 over 10. احتمالية ان هو ينجح 8 over 10. Therefore the probability of failing is ايه؟ يبقى احتمالية ان هو يسقط في الامتحان او يفشل عبارة عن ايه؟ عبارة عن الباقي. احنا قلنا ان الصم بتاع كل البروبابيلتيز لازم يكون 1، فلو انا عندي حاجة واخدة جزء، الحاجة التانية لازم تاخد الجزء التاني، بقية ال 1. يعني نقول كده 1 minus الايه؟ ال 8 over 10 اللي هي كام؟ اللي هي 10 over 10 minus 8 over 10 اللي هي 2 over 10. فين 2 over 10 هنا؟ مفيش، بس في 1 over 5 اللي هي 2 over 10. اللي بعديها، A bag contains 3 white balls, 2 black balls and 1 red ball. في عندي شنطة فيها 3 كور بيضة و2 سود وواحد ايه؟ وواحدة حمراء. 3 و2 و1 يبقى عددهم كام؟ عددهم 6. بيقول لي then the probability that the selected ball is not black equals ايه؟ النوت بلاك عددهم قد ايه؟ عندي هنا 3 وعندي هنا 1، يعني 4 اوفر 6 ديفايدد 2 يديني 2 اوفر ال 3. اكسرسايز 3 بيقول لي كومبليت 10 كاردز نمبرد فروم 1 تو 10. If a card is drawn randomly, then the probability that the card is numbered by an odd number is ايه؟ هم كلهم 10، يبقى الدينومينيتور عندي 10. الاود عندي كام واحد من اول ال1 لحد ال10؟ عندي ال1، عندي ال3، عندي ال5، وعندي ال7 وال9. كلهم كام؟ كلهم 5. يبقى 5 اوفر 10 اللي هي كام؟ اللي هي 1 اوفر 2. اللي بعد كده بيقول لي when drawing a paper out of 5 identical papers، يبقى هم كلهم كام؟ 5 numbered from 1 to 5. يبقى احنا كده عارفين ان الدينومينيتور 5. Therefore the probability that the drawn paper has a prime. مين البرايم في دول؟ ال 2 وال 3 وال 5، عددهم كام؟ عددهم 3، يبقى 3 over ال 5. يلا هنا، A box has 5 white balls و 7 red و 3 blue. يبقى هم كلهم كام؟ كلهم 15. يبقى هنعمل division over ال 15. بيقول لي عايزين ال probability that the ball is blue. كم واحدة بلو؟ 3، يبقى 3 over 15 اللي هي 1 over 5. اللي بعديها، In the experiment of throwing fair die once، احنا عارفين ان الزهرة
السامبل سبيس بتاعها على طول 6 elements، يبقى بنعمل divided 6 and observing the upper phase. هنبص نشوف ايه اللي هيطلع. The probability that the apparent number is less than 1 equals ايه؟ ها؟ هو انا عندي في الظاهر حاجه less than 1؟ ما عنديش. ما عنديش يعني 0، يبقى 0 over 6 اللي هي 0. يلا if one of the digits of the number ده is selected randomly، كلهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بنعمل divided 9. يبقى البروبابيلتي ذات ذا سيلكتد نمبر از ايفن ايكوالز ايه؟ اروح اشوف فيهم كام واحد ايفن. ال 8 ايفن وال 6 ايفن، ادي 1 2 3 4 5، عندي منهم 5 ايفن، يبقى نكتب 5 اوفر 9. يلا اللي بعديها. بيقول لي a box contains 48 oranges and 4 oranges of them are bent. يعني كلهم 48 وعندي منهم 4 بايظين، يبقى السلم كام؟ 48 ماينس ال 4 اللي هي كام؟ 44. تمام؟ احنا عايزين بقى البروبابيلتي ان الدرون اورنج از باد، احتماليه ان احنا نسحبها وتكون بايظه، يبقى ال 4 اوفر ال 48 ديفايدد 4 يديني 1، ديفايدد 4 يديني 12. واحتماليه ان الاورنج تكون سليمه، هم السلم كلهم 44، يبقى 44 اوفر 48 divided 4 يديني 11، divided 4 يديني 12. طيب an activity room has 3 doors numbered from 1 to 3، عندي 3 بيبان مترقمين 1 2 3. if a student went out using one of them، عندي طالب خرج من واحد منهم، then the probability that the student went out using the door number 2 is a، يعني ايه احتماليه ان هو يخرج من الباب اللي مكتوب عليه 2، او يستعمل الباب ايه اللي مكتوب عليه 2؟ طبعا الباب اللي مكتوب عليه 2 ده باب واحد، يبقى 1 اوفر ال 3، لان هو هيستعمل باب من ضمن الثلاثه. يلا اللي بعديها. A box contains 24 lamps، 3 lamps are defected، عندي صندوق فيه 24 لمبه، 3 منهم بايظين، يبقى السلم كام؟ 21. تمام؟ بيقول لي هنا the probability of getting a functional lamp is a، احتمالية الحصول على لمبة سليمة، يبقى 21 عددهم over 24 divided 3 يديني 7، divided 3 يديني 8. يلا اللي بعديها. يقول if the probability of the occurrence of an event is 0.6، يبقى probability of a non-occurrence of this event is a، طالما عندي احتمالية event عدم حدوثه يبقى 1 ماينس الايه؟ ان هو يجي معايا. تديني كام؟ 0.4. طيب يلا هنا. A card has been drawn out of 5 cards containing the numbers. عندي كارت هيتسحب من المجموعه دي. عايزين probability of selecting a number that the sum of its 2 digits is 9. مين هنا الكارت اللي مجموعه الديجيتس بتاعته 9؟ هنا 5، هنا 2 5 7 1 4 5، عندي هنا 6 و 3 مجموعهم 9 و 2 7 مجموعهم 9، يعني عندي كارتين وهم كلهم كام؟ 5، يبقى 2 اوفر 5. يلا نشوف بروبلم 4. بيقول لي A card has been randomly drawn out of 10 cards numbered from 1 to 10. طالما from 1 to 10 يبقى لازم هنعمل division over 10. أول حاجة بيقول لي an odd number، مين هم الأود من أول ال 1 لحد ال 10؟ ال 1 وال 3 وال 5 وال 7 وال 9، عددهم كام؟ عددهم 5، يبقى 5 over 10 اللي هي 1 over 2. طيب a prime، مين البرايم من أول ال 1 لحد ال 10؟ ال 2 وال 3 وال 5 وال 7، عددهم كام؟ عددهم 4، يبقى 4 over 10 اللي هي كام؟ اللي هي 2 over 5. طيب an even number greater than 6، مين الايفن اللي اكبر من ال 6؟ ال 8 وال 10، عددهم كام؟ عددهم 2، يبقى 2 over 10 اللي هي كام؟ اللي هي 1 over ال 5. problem 6 بيقول لي a box contains 20 cards numbered from 1 to 8 20، يبقى عددهم كلهم 20. بيقول لي calculate the probability of selecting a prime number، ها عندي كام واحد برايم من ال 1 لل 20؟ نكتبهم، عندي ال 2، عندي ال 3، عندي ال 5 وال 7 وال 11 وال 13 وال 15، لا ال 17 وال 19،
عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 عددهم 8. يبقى نكتب كده البروبابيلتي اللي هي بي ونكتب بين قوسين برايم نمبر بت ايكوالز ايه؟ احنا قلنا 8، يبقى 8 اوفر ال 20 ديفايدد 4 يديني 2 ديفايدد 4 يديني 5. طيب عايزين النمبر يكون ديفيزبل باي 7 من 1 لل 20 عندي ال 7 وعندي ال 14. يبقى البروبابيلتي ونعمل كده بين قوسين ديفيزبل باي 7 ايكوالز ايه؟ هنقول كده هم عددهم 2 يبقى 2 اوفر 20 اللي هي 1 اوفر ال 10. يلا نشوف اللي بعد كده. هنتكلم عن الداي. احنا عارفين ان الداي السامبل سبيس بتاعه في 6 elements. يقول لي what is the probability of each of the following events getting an even number less than or equal 4. طب السامبل سبيس عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. بيقول لي عايزين البروبابيلتي ان احنا نجيب ايفن نمبر less than or equal 4. مين الايفن اللي اقل من او يساوي 4؟ ال 2 وال 4 عددهم كام؟ عددهم 2، يبقى 2 اوفر 6 اللي هي 1 اوفر ال 3. طيب البروبابيلتي اوف جيتنج ا نمبر بتوين 0 اند 10، ان احنا نجيب نمبر بتوين 0 اند 10، الايفنت ده في كام نمبر؟ من اول ال 0 لحد ال 10. يعني ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال6 معايا ولا مش معايا؟ موجودين من اول الزيرو لحد ال10، يبقى هيطلعوا كلهم، يبقى 6 اوفر 6 اللي هي كام؟ اللي هي 1. طيب getting a number divisible by 7، مفيش حاجه هنا divisible by 7، يبقى 0 على طول. طيب getting a number that is not divisible by 2، مين هنا اللي not divisible by 2؟ ال1 وال3 وال5. كام واحد؟ 3 over 6 اللي هي 1 over L2. بروبلم اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure the spinner is divided into 6 colored sections. What is the probability that the spinner stops at red والبلاك والجرين؟ أول حاجة نعمل إيه؟ نطلع السامبل سبيس. السامبل سبيس عندي عبارة عن إيه؟ السامبل سبيس المرة دي عبارة عن عندي واحدة بس جرين نعملها جي، عندي كام واحدة ريد؟ 1 2 3 نعمل كده اور واور واور، وعندي 2 يلو ممكن نكتب كده واي وايه وواي. يبقى عدد الاليمنتس اللي موجودة في السامبل سبيس كام؟ عددهم 6. طيب عايزين البروبابيلتي ان يقف معايا السبينر على الريد، يبقى نكتب كده البروبابيلتي اوف ريد ايكوالز divided 6. طبعا نبص عندي كام واحده ريد؟ 1 2 3، يبقى 3 اوفر 6 اللي هي كام؟ 1 اوفر ال 2. طيب البروبابيلتي ان يجي لي بلاك، ايه ده؟ هو انا عندي بلاك؟ ما عنديش اصلا، يبقى 0. 0 اوفر 6 اللي هي كام؟ اللي هي 0. طيب البروبابيلتي بتاعت الجرين ايه؟ اوفر 6. عندي كام واحده جرين هنا؟ جاست 1، يبقى 1 اوفر ال 6. يلا نشوف اللي بعد كده. عندي باج كونتينز 5 ريد بولز 3 يلو و 2 بلاكس، يبقى كلهم قد ايه؟ 5 و 3 و 2 يبقى كلهم كام؟ كلهم 10. طيب ايه البروبابيلتي ان هي تكون يلو؟ نعمل كده البروبابيلتي ان هي تكون يلو هت ايكوالز عندي كام واحده يلو؟ 1 2 3، يبقى 3 اوفر ال 10. طيب البروبابيلتي الثانيه بيقول لي ان هي تكون يلو اور ريد، يلو or red طبعا divided 10. كم واحده يلو؟ 1 2 3. كم واحده ريد؟ 5 و 3 بقى 8، يبقى 8 اوفر ال 10 اللي هي 4 اوفر ال 5. طيب عايزين البروبابيلتي ان هي تكون نوت يلو، مش يلو، يبقى يا اما ريد يا اما بلاك، يبقى البروبابيلتي بتاعت نوت يلو هت ايكوالز معانا كام؟ هيبقى 7 اوفر ال 10. طيب اللي بعديها البروبابيلتي ان هي تكون نيزر ريد نور يلو، يعني ولا هي ريد ولا يلو، يبقى ايه؟ يبقى بلاك. يبقى اكني بجيب البروبابيلتي بتاعت البلاك، بس نكتب كده نيزر
ريد نور يلو، يعني لا تكون ريد ولا تكون يلو، يبقى لازم تكون ايه؟ تكون بلاك. طب عندي كام واحدة بلاك؟ عندي 2، كلهم كام؟ 10، اللي هي كام؟ 1 اوفر ال 5. وكده يا اولاد يبقى خلصنا درس البروبابيلتي، درس من الدروس السهلة، ومسألته في الامتحان بتيجي سهلة جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.